واقع قوة الكرة والدوري السعودي انعكس على قوة الفرق السعودية كما تابعنا في التصفيات الآسيوية؟ أكيد طبعا انعكس بتأكيد، ومن إلى الآن متصدرين كل المجموعات وبيأدوا الأربع فرق بتأدي أداء عالي، كلهم بنشيد بهم، كلهم بصماتهم واضحة، وعلوا من شأن السعودية قصاد في دول عندها أكثر من فريق لكن متذبذبين لأبعد يعني بطريقة غريبة جدا جدا. لكن الفرق السعودية عاملة شغل كبير جدا جدا يستحق عليه الإشادة، داخلة بفكر واضح، مركزين الفرق الأربعة مركزة، يعني كان ممكن إحنا نقول التعاون أو الفيصلي ما يعني ما كان الناس صراحة متعشمين شديد فيهم مشاركة الأولى للفيصلي، الترتيب البعيد للتعاون في أو التذبذب في المستوى في الدوري، لكن بالعكس فاجأونا بسكر القصيم بأداء أكثر من رائع، أن بسدير عامل شغل داهشنا تماما يعني. جميل. فأنا أعتقد أنه الكرة السعودية في البطولة دي واضح تماما تميزها عن في غرب آسيا يعني. جميل.